نفسك حلوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل مشاهدينا الكرام وأحبائنا في كل مكان. أحبائنا وأحباء برنامج صوت النجوم، أهلا بكم وكل سنة وأنتم طيبين. طبعا ما فيش أسرع من الأيام بتجري بينا وبتاخد عمر من غير ما بنحس، ولكن سرعان ما يدرك الإنسان إن هو يعني لازم يكون في وقت من الأوقات يحس إنه متقرب من الله سبحانه وتعالى بكامل الأعمال الخير، أو إن هو متواجد بأفعاله لكل المحاطين بحواليه. طبعا بنستغل الشهر الكريم المبارك إن شاء الله بإذن الله يعود على الأمة الإسلامية وعلى الوطن العربي كله باليمن وبالخير وبالبركات. كل سنة طبعا وحضركم طيبين، قدوم شهر رمضان المعظم بهني طبعا اصدقائي واحباتي وكل من يقعد انه بيكون متفائل يعني بيشوف برنامج صوت النجوم على الهواء وبيشاهدنا، ببعت له طبعا تهنئه خاصه بقول له كل سنه وانت طيب. ان شاء الله باذن الله احنا كنا لغايه النهارده تقريبا بنقول ان احنا مش هنبقى متواجدين في شهر رمضان، هنبقى متواجدين ولا لا، ولكن المقيمين على برنامج صوت النجوم وقناة مصر البلد طبعا الناس دايما بيبقوا شايفين الصالح ودايما هم اللي بيخططوا بيقولوا لي انت تعمل كذا والصح كذا والكلام ده كله. فالنهارده اقنعوني او مش اقنعوني يعني لقينا ان لازم نكون متواجدين معاكم ان شاء الله باذن الله في خلال شهر رمضان. يعني قاعد على قلبكم بعد ما تفطر هتلاقوني في وشكم ان شاء الله باذن الله بكون متواجدين معاكم. ومعايا صديق واخ واعلامي جديد محنك رياضيا وعنده فلسفه رياضيه محترمه كويسه جدا جدا يقدر يفيد بيها المنظومه في قطاع برايم والناشئين، كابتن حسام عوض. يمكن تواجده في البرنامج ده اصرار من المشاهدين وليس مني فقط، ولكن المشاهدين حابين يتفرجوا على ماده مهنيه شويه. يعني احنا بنقدم حاجه للبرايم والناشئين، فبالتالي لما بيكون في حد من جوه المطبخ زي ما بيقولوا فاكيد بيبقى عنده درايه كامله باللعبه، دراية كاملة بالبراعم والناشئين، دراية كاملة بأولياء الأمور وقد إيه هم تعبانين وقد إيه هم نفسهم يشوفوا أولادهم في مكانة كويسة والموهبة بتاعتهم بتبقى على أرض الواقع بشكل كبير. فإن شاء الله بإذن الله كابتن حسام عوض هيبقى متواجد معايا طول شهر رمضان الكريم إن شاء الله بإذن الله، نطلع عليكم بالمواهب التدريبية والمواهب الفنية وكتير جدا من المشاكل اللي نقدر على الأقل نحل ولو جزء بسيط منها. في الفترة اللي فاتت لما كنا أعلننا على الموهبة الفزة سيد عبد الله سيد محمد الشهير بنيمار مصر مواليد 2000، اشتغلنا عليه كويس زي ما قلنا لحضراتكم، وكان اللاعب الحمد لله ماشي في خطى ثابتة، واتكلمنا وقلنا ان هو هيروح تايلاند ويعمل فيها ضجة، لكن اللي حصل بالفعل كمان فاق كل الحدود، لان اللعيب فعلا اثار جدل كبير جدا، بالاخص كمان لما بقى فيه هنا حديث في الشارع المصري عن سيد في الاهلي ولا في الزمالك. طب هو راح تايلاند، طب هيرجع الزمالك تاني ولا ايه اللي حصل؟ طبعا في اتصالات مكثفة دلوقتي من الناديين لان الموهبة صغيرة في السن، مواليد 2000. النهاردة لما يكون عندك موهبة فزة شوية ومواليد 2000 وبيعمل حاجات في الكوره والموهبه بتاعته ملفته للنظر اكيد بيخلي الانديه عينيها عليه. عايزين نقول ان هو دلوقتي ربنا يا رب يحميه طبعا ويكرمه ان شاء الله، ولكن البورصه بتتزايد عليه يوم عن يوم. انا بقول ان اللي هيفوز بسيد سواء اذا كان نادي مصري او نادي اوروبي هو هيستفيد كتير جدا جدا من الموهبه دي، لان هي موهبه غير عاديه. عايز اقول لحضراتكم انتوا لو شفتوه بيجري في الملعب
يعني انا كنت بحاول ان انا اجيب اهدافه، اجيب تحركاته، اجيب لعبه في المباريات. عايز اقول لكم بحاول بقدر الامكان ان انا اوريكم الموهبه دي ازاي، لان من واجب الاعلام الصادق لما يكون في موهبه ايا كانت، مش لازم تكون رياضيه، ايا كانت موهبه حتى لو في الغنى اي حاجه، بضروري يبقى في حد يشتغل عليها. بدل ما تبقى قلنا البرامج شغاله على نمط معين ما بين اهلي وما بين زمالك، ودماغنا بقت قد كده من وجع القلب والصداع والهري الكتير والاصاب المشاهدين كلهم بالمرض والسكر والضغط، ولكن الناس مش عندها يعني مش عندها حته ان ازاي انمي الموهبه، ازاي اشتغل عليها، ازاي اكون متواجد جنبها، ازاي اظهرها بالشكل اللي يليق بيها. ما يكونش في حد مصنوع، وعشان هو ابوه مثلا اعلامي كبير او اخوه اعلامي كبير او حاجه زي كده، ابص ليه يخش من الباب الكبير على طول، اول ما يبدا يكون في نادي يكون في اكبر نادي في مصر. هي مش لازم تبقى كده يعني. انت الاولمون اقرب المعروف، ولكن في حراس مرمى كتير في مصر عندهم الموهبه، في لعيبه كتير في مصر عندهم الموهبه، هم ليهم الحق. انت ممكن بفضل مكانتك ونفوذك في البلد ممكن تحط ابنك في مكان كويس، لكن ما تخلوش يستحوذ على مكانة حد تاني هو محتاج لها. يعني انا ابني بيلعب 2006 مش هودي اندية، يعني هو حق ان هو يروح ويكون متواجد، لكن في عندي في اكتر من ابني موهبة كتير جدا جدا بيلعب كورة، بس ليه الحق ان يروح؟ مش علشان هو ابن فلان او ليه ابن علان ندوس عليه بالتراب ندفنه، مفيش الكلام ده. لما لقينا الموهبة فعلا اللي هي سيد، واللي هنشوف دلوقتي بعض كده ايه حاجه كده يعني، يعني مخرجنا الجميل يعرض لنا بس كده فيديو صغير للسيد، شوفوا الولد بيعدي ازاي. هو كان في المباراه دي كان بيلعب النادي الاهلي، طبعا يمكن كان النادي الاهلي كان صاحب الشباك اللي كانت بتقبل من سيد اهداف كتير، يعني هو جايب مثلا في الفتره اللي قعدها في الزمالك حوالي 6 اهداف في حوالي كام شهر. ركزوا كويس قوي في ركزوا بس فيها. تمام، هنا زي ما شفنا سيد الفيديو اهوت، اهو ده اللي معاه الكوره يا جماعه، اهو ده سيد بيلعب النادي الاهلي اهو، استاذ مهارات. انا بقول لحضرتك ده استاذ مهارات، لعيب من طراز اول، لعيب من طراز اول. طبعا احنا بنشكر طبعا اخواننا الصحفيين والاعلاميين اللي بصراحه قدروا ان هم يشتغلوا بصدق ولكن دون مجاملات على اللاعب سيد نيمار، ان فعلا دلوقتي الصحف كلها بتتكلم عليه، يعني اخبار لقيناها امبارح النهارده في المصري اليوم، في الجريده نازله في المصري اليوم النهارده العربيه، نازله تتكلم على سيد نيمار، منزلين له خبر هو التعاقد ده، الكلام ده كان النهارده بالفعل. بنشكر طبعا جريده مصر اليوم العربيه رئيس تحريرها الاستاذ احمد رامي الصحفي المحترم جدا جدا، واللي بيشتغل على نفسه وبيجتهد كتير جدا في حصد الاخبار اللي ممكن نقول ان هي مش يعني ايه، تجيب الخبر من الهدف نفسه، يعني تجيبه من منبع الهدف نفسه. بشكره طبعا شكرا جزيلا جزيلا جريده مصر العربيه، جريده مصر اليوم العربيه على مجهوداتها الخارقه والمحترمه. ايجيبت تايلاند عملت مفاجاه كمان كبيره جدا، قدرنا نحصل على عقد تمام، ولو في امكانيه نقدر احنا نعرضه هنعرضه، ما عرفناش يبقى ان شاء الله ايه الحلقه الجايه. قدرنا نحصل على عقد مقدمه نادي الاسيوطي قبل ما يكون بيراميدز بايام او بشهور. اللاعب ده لو كان جه مصر كان هيقلب الدنيا. لعيب من طراز كبير جدا، مواليده كام؟ 20 سنه. هو لعيب افريقي. المطلوب اصلا في اللعيب ده كام؟ يعني الشركه تفاوضنا معاها واللي مطلوب منها ان اللعيب ده علشان يخلص ويجي مصر كام؟ 150,000 دولار. 150,000 دولار. ولو جه هنا النادي اللي هياخده هيجيب بملايين. اللعيب ده تحت ايدينا. عايز اقول لحضراتكم كده يعني متواجد زي ما احنا كنا مغطين على سيد نيمار وطلعناه بره، ودلوقتي في صراع ما بين الاهلي والزمالك وصفقه برتغاليه، اللعيب ده كمان هيكون في مصر حاجه كبيره ونقله كبيره.
هنشوف الصور وهنشوف اللاعب قدامنا. هو 20 سنه طبعا، ده العقد او ده اللي كان بعته الاسيوطي لاتحاد الكوره باستقدام اللاعب من بره واستخراج ليه طبعا البطاقه الدوليه، ماشي. ده كان جاي من الاتحاد الكوره من النادي الاسيوطي قبل ما يكون بيراميدز بايام. اللاعب ده ما يلعبش غير الاهلي والزمالك، طبعا مع احترام الانديه كلها، ولكن اللي انا عايز اقوله ان هو لعيب قوه كبيره جدا، يعني اللي هيقدر يستنفع بيه ادي طبعا ده كان برضه نفس القصه من النادي الاسيوطي، كانوا باعتينه باستخدام اللاعب ان هو يكون موجود في مصر يلعب في احد الانديه في الاسيوطي طبعا. فاللعيب ده مواليد 20 سنه، يعني هو 20 سنه طبعا. لو هو متاح لاهلي وزمالك احنا موجودين. اللعيب ده مطلوب فيه كده على الهوا 150,000 دولار. 150,000 دولار ده بالنسبه لانديه القمه مش مبلغ في سبيل ان انت تحصل على فيرود مثلا من طراز جونيور والناس اللي هي جسمانها القوي. ادي الصوره بتاعته، جايب 36 هدف في موسمين، 36 هدف، بيحتل المركزه الدوليه في تايلاند في الهدافين، عدد الهدافين 36 هدف. ده موجود يا جماعه في ايجيبت تايلاند، لو حابين حضرتك تتفاوضوا تعالوا لي بقى نشتغل شغل شويه. ايه بقى ال 150,000 دولار؟ شويه الدولارات بقى. عايز اقول لحضراتكم بقى ان شاء الله باذن الله ان احنا كنا نهينا دبلومه الاعلام الرياضي واتكلمنا عليها باستفاضه كويسه جدا. كان في تقرير لينا عملته لنا الاعلاميه المحترمه سما يحيى مع بعض الضيوف اللي كانوا متواجدين في يوم الختام النهائي اللي كان متواجد في دبلوم الاعلام الرياضي، وكان طبعا موجود خالد لطيف، كان موجود كباتن كتيره جدا ومحترمه. قبل ما نروح للتقرير في حاجه مهمه كنت عايز انوه عليها، وهي المحاضرات الكثيفه اللي عمالين نسمعها الفتره اللي فاتت. كان من حوالي سنه كنا بنقول يا رب عايزين محاضره لحارس مرمى، عايزين حراس المرمى يبقى ليهم شكل، عايزين 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 عايزين. وبدا الكابتن فكري صالح وكابتن سيد الخولي قامات محترمه كبيره جدا جدا بتجتهد وبتعمل شغل كويس لا خلاف عليه. ولكن دايما بنقول لما نيجي نحب نحاضر لازم اقول مثلا في محاضره الشهر الجاي، عنوان المحاضره دي ايه؟ 1 2 3. السنه دي اتعمل 14 و15 و20 محاضره كلهم عنوان واحد، حراس المرمى مش عارف ايه. انا عايز افهم، عايز حد يطلع يا حاضر ويقول لي العنوان بتاع المحاضره دي مثلا الجري بالكوره، الارتماء، الارتقاء، الباص، الصد، لازم تحدد انت هتقول ايه في المحاضره بتاعتك. مش كتره حلو على فكره، ممكن تعمل محاضره واحده في السنه وليها عنوان والكل يستفيد منها وليها محاضره. خدوا يعني خدوا العلم دايما من الناس اللي هي يعني. عندنا دكتور عطيه السيد لا خلاف عليه محاضر، انسان خلوق جدا، عنده لباقه، عنده علم. مفيش محاضرة بيطلع يعملها، لو هيعمل مليون محاضرة في السنة مفيش محاضرة بيعملها الا لما بيقول عنوانها الموهبة، اولياء الامور، المدربين، عنده علم كتير. نستفيد بقى من قامات زي كده سواء في اتحاد الكورة او سواء موجودة في مصر عندنا، يبقى عندنا مواهب نتكلم عليها محاضر. لكن ان انا كل يومين ثلاثة الاقي ابراهيم عمل محاضرة، بص الاقي التاني محمد ابراهيم راح اعلن على نفس اليوم ان في محاضرة، مش كده مش كده، نقعد نقطع وصراع المحاضرات. اهم حاجه انت هتقدم ايه، ثق وتاكد تمام. طالما انت عملت محاضره بدون عنوان، هو اللي قلته في ابراهيميه هتلاقيه في اسماعيليه، هتلاقيه في الغربيه، هتلاقيه في الشرقيه، هي نفس المحاضره. يبقى انا ما نكلفش المدربين ونلمهم كلهم ونقول لهم في محاضره كذا كذا الا لما يكون في هدف. هو ده صدقوني، انا اصغركم سنا ولكن دي كلمه انا بقولها بحسها في كل المدربين. المحاضره دي هتقول ايه؟ ايه الناتج منها؟ شهادة؟ لا، ممكن اعمل لكم شهادات زي ما انتم عايزين، مطبعة موجودة ونعمل فيها اللي احنا عايزينه. باسم بقى بوكا جونيورز، اياكس الهولندي، اي شهادات. أهم حاجة المحتوى. عشان مين في الآخر؟ عشان ابننا الصغير لما يقعد تحت ايد مدرب يتعلم هو بيقول ايه؟ ما تبقاش المدربين كلهم رايحين صف جميل لابسين لبس واحد والمحاضر قاعد يشرح ومفيش حاجة. نطلع لتقريرنا في دبلوم الإعلام الرياضي ونستقبل المدرب المحترم والخلوق والإعلامي القادم بقوة الصاروخ كابتن حسام عوض قطاع مصر مقاصة، وطبعا بنهنيهم على مباراتهم مع بيراميدز، ونستقبل كابتن حسام عوض بعد الفاصل.
معك الكابتن ابراهيم المملكة العربية السعودية، مدرب الدفاع عن النفس، مسوق لاعبين ومدربين. حضرتك استفدت ايه من الدبلومة وكلمنا عليها؟ والله استفدنا من الدبلوم، قبل لا نستفيد من الدبلوم استفدنا من الهامات الاعلاميين وتبادل الخبرات واثراء المعرفه بيننا، فكانت يعني صراحه انها دوره ودبلوم بشكل دولي وبشكل منظم وبشكل مرتب وبشكل وجد صاحب المعرفه وصاحب المعلومه، واثرنا باشياء صراحه انها اضافت اشياء كثيره لنا، اضافه الى المسمى حقها الاعلام النظيف. يعني شيء شكرا علي مزيرة اعداد برنامج صعيد النجوم، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بحضرتك. استفدت ايه من الدبلومه؟ مبدئيا بس انا حابه اتكلم اقول ان كان في قامات كبيره جدا، دي كانت بصراحه حاجه كويسه لينا ان احنا شفناهم وتعرفنا عليهم واستفدنا من خبراتهم كتير قوي، ده شرف لينا تمام، وان حصلت حاجه زي كده اصلا تلمنا كلنا نستفيد منهم. استفدنا طبعا، هي بتتكلم تحت عنوان الاعلام الرياضي النظيف تمام، ان احنا لازم ان احنا بنأثر في المشاهدين ونأثر في عدد كبير جدا عن طريق الراديو والتلفزيون والاعلام المقروء وكل حاجه، فلازم يكون في موضوعيه. نتعرف بحضرتك؟ الاستاذ سامي محمد السهران، ممثل الرياضيين في المملكه العربيه السعوديه. كلمنا عن الدبلومة الإعلام الرياضي. بصراحة الدبلوم الإعلام الرياضي، أنا دخلت الدبلوم الإعلام الرياضي لعدة أغراض، من الأغراض هذه تعارف بين الدارسين الموجودين، برضو أخذ الفكرة الكاملة عن الإعلام الرياضي النظيف، برضو الاستفادة من الخبراء اللي حاضروا في الدورة والتعارف معهم ايضا. بهذه المناسبة استغل اني اقدم الشكر الجزير والتقدير الى مؤسسة تريبل اي. سما جرافيك حلوين. رجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الفاصل اللي اتفرجنا عليه في دبلوم الاعلام الرياضي، واللي في حاجه مهمه جدا هقولها، بس طبعا بعد ما اقدم ضيفي وصاحب برنامج، بقى مش هقول ضيفي، صاحب البرنامج اللي ان شاء الله باذن الله هيكون شرف كبير جدا انه يبقى متواجد معايا طول فتره شهر رمضان، حد بقى يونسني بقى ونقعد مع بعض ونناقش اهم القضايا اللي بتثير الجدل في قطاع البرايم والناشئين، وكمان هيبقى في استوديو تحليلي خاص لبطوله افريقيا ان شاء الله هيقوم عليه كابتن حسام عوض، شخصيه محترمه جدا جدا، مؤهل انه يكون في كذا منصب في وقت واحد، حاجه بسم الله ما شاء الله، عنده قدره هايله قوي انه يقدر يدي اكتر لقطاع البرامج والناشئين، كمان الحته الاعلاميه متحدث محترم جدا جدا، وده اللي خلانا ان احنا يبقى لينا الشرف ان يكون متواجد معانا مش النهارده بس، ان شاء الله باذن الله في حلقات كتير جدا جدا يكون متواجد معانا. اخويا وصديقي المحترم كابتن حسام عوض، المدرب السابق في قطاع انبي والحالي في قطاع مصر المقصه، وان شاء الله باذن الله على اعتاب خطوه مهمه جدا جدا في الرياضه المصريه للكابتن حسام عوض. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك كابتن حاتم، ويعني متشكر جدا ليك على هذه المقدمه اللي اعتقد انها كتير جدا 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 عليا، وان شاء الله باذن الله نتمنى ان احنا ان شاء الله يعني نقدم حاجه محترمه، وخصوصا ان احنا يعني الكلام كتير جدا 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 في الجوانب الرياضيه في مصر، ولكن دون النظر للجوانب العلميه
اللي المفترض ان احنا تكون منهجنا ان شاء الله خلال الفترات القادمه. ان شاء الله. عايز اقول لك ان كتير جدا من اولياء الامور وليس اللعيبه فقط قاعدين مستنيينك النهارده وعايزين الجرعه بقى بتاعه الاعلاميه والرياضيه ومحتاجينها قوي منك ان شاء الله باذن الله. في حاجه مهمه جدا لفتت انتباهي ويمكن انا كنت بسمعها في كتير من المؤتمرات، ولكن لما كنت في احد المؤتمرات وشفتها بعينيا زعلت جدا جدا. ايه هي؟ دايما عندنا في الصف الاولاني في اي مؤتمر بنلاقي الناس اللي هي الخبرات والناس الكفاءات والناس اللي هي تقدر لما يجي يطلب من حد ان هو يقول كلمه فبيبقى جاهز من المنصه انه يروح يقولها. ولكن اتفاجئت في الفتره الاخرانيه في معظم المؤتمرات ان احنا هنموت ومعانا الحديده في ايدينا، حدا المايك يعني. بيبقى كل واحد عايز يمسك الحديده من اول المؤتمر لاخر المؤتمر. بالرغم ان في عندنا شباب اهليها صرفوا عليها دم قلبهم وراحوا اعلام واشتغل على نفسهم كويس جدا، واللي ماسك كاميرا بيصور واللي بيخرج الحفل ده كله وبيطلعه في الاخر منتج بيشوفه الناس مشاهدين، كل الناس دي بعيده، كل الناس دي قاعده عماله تمجد وتلمع في اللي خلاص بقاله هيبقى عنده 100 سنه وشويه التراب هيقضوا عليه، وقاعد عايز يبقى هو المتحدث وعايز يبقى هو اللي ياخد الظرف وعايز يبقى هو اللي ياخد التكريم وعايز يبقى هو اللي باين في الصوره، ودايما خدني لقطه وانا مش واخد بالي، صورني وانا مش واخد بالي عشان لما الناس يشوفوها ده كان جنب فلان ده كان جنب علان. عايز اقول للقامات الكبيره انتوا خدتوا وقتكم كتير وظهرتوا كتير وعملتوا تاريخ كبير، بس عندنا شباب اهاليها تعبوا عشانها وعندهم فكر وعندهم لباقه وعندهم اسلوب متحضر يتكلموا بيه وعندهم برضو اللي يقدر ان هو يظهرك حتى لو انت قاعد في بيتك بقامتك الكبيره واقول ان فلان ده ليه تاريخ وليه وليه. فللاسف الشديد اللي بيسقط المؤتمرات دلوقتي ان الداعي ليها بيفتكر انه لما بيجيب الناس اصحاب التاريخ القديم ان هم هيكسبوه كتير. لا، انت ممكن يكسبك اللي واقف بره اللي بيدخل الناس، ممكن يكسبك اللي بيعمل الشهادات وبيكتبها، ممكن يكسبك اللي بياخد اللقطه التصوير. اعتمد على دول عشان دول اللي دايما بيلمعوا الحاجه المصديه عشان تظهر وشكلها بيبقى كويس. دايما اللي واقف على الارض غير واقف على المسرح، اللي واقف على المسرح هيقول كلمتين وينزل، لكن انا اللي بوصل لك كلمتك لكل الناس لازم تكون صادق معايا. عشان كده بقول للناس ارحموا الشباب شويه وخليهم يبانوا بالشكل الكويس واديهم امل في بكره، ما تفضلش ماسك في الحديده وتفضل انت المتحدث الاعلامي بالرغم ان انت مش قادر تقول كلمتين على بعض. كابتن حسام، سريعا كده بقى نخش، وكان ايه رايك في الحلقه النهارده في المقدمه فيها النهارده في الكلام اللي اتقال دكتور عطيه السيد اللي احنا مفتقدينه بشده واللي المفروض بصراحه اكثر واحد اكثر من الناس الكتيره جدا اللي معلهاش، معلش انا اسف جدا، الشغل الاعلامي رغم ان احنا محتاجينه بالرغم انه بيقدم حاجه مهمه قوي وبيقدم مش عارف ايه بقى بيسموها غذاء ولا وجبه او بيأدي كل حاجه. تمام، تقعد معاه والله العظيم لو انت جعان وسمعت الكلام بتاعه كانك شبعت، حاجه بتريح الاعصاب. احنا مفتقدينه وعندنا كميه محاضرات صدعت لنا دماغنا. بص يا كابتن حاتم، هو بدايه احنا في مصر بنسفه العلم. العلم دايما هو القاعده الرئيسيه اللي بيبنى عليها اي عمل في الدنيا. احنا وظيفتنا في مصر فقط الرقابه والتقييم والنقد دون النظر لاي حاجه تانية خالص. بالاضافه ان حتى مسؤولين كل الشرايح في مصر وظيفتهم ان هم يوجهوا الاعلامي او المدرب او الكلام ده كله الى ان يصبح تابع. تابع فقط. علشان تحبني وعلشان يعني يبقى لي دور عندك يبقى انا لازم اتكلم عنك كويس قوي، يبقى انا طول الوقت مسار شغلي في اتجاهك انت فقط. لكن لو اتكلمنا عن حد بحجم دكتور عطيه السيد، وانا بعتبره ابويا، دكتور عطيه السيد محاضر دولي في الفيفا، دكتور عطيه السيد من افضل الناس اللي تقدر توصل المعلومه بشكل كويس. انت قلت نقطه مهمه، وبالاضافه لسه بتقول مهمه، محاضر دولي في الفيفا بالظبط، ثلاث ارباع مصر ما تعرفش كلمه. استاذ دكتور كليه تربيه رياضيه، الدكتور عطيه السيد الناس لما بيتقال ان ده دكتور في كليه تربيه رياضيه وجاي حاضر لك يقول لك ده اكاديمي. اكاديمي ازاي والراجل في العمل بقى بصرف النظر عن الناحيه النظريه، ولكن في العمل داخل نادي انبي كرئيس قطاع البراعم، داخل نادي بتروجيت كرئيس قطاع ناشئين، داخل نادي اف سي مصر كرئيس لجهاز الكوره، وقبل كده بداياته كمدرب وعنده 22 23 سنه لسكه حديد سوهاج اللي صعد للدوري الممتاز،
ايضا بعد كده نادي الشرقيه للدخان وساهم في صعوده للترقي، راجل ناحيه عمليه وناحيه علميه زي الكتاب ما بيقول. اسالوا اعتقد بالامس او اول امبارح كان متواجد دكتور عطيه السيد في محافظه البحيره في دمنهور، ورشه عمل على اكمل ما يكون، وجبه غذائيه زي ما حضرتك قلت، وجبه غذائيه دسمه جدا. الراجل مبسط جدا، سهل جدا، ما بيحاولش ان هو يوصل لك المعلومه بشكل، انا اسف يعني في التعبير، مكلكع، لكن حاجه جميله جدا جدا. وافضل، مش عشان انا بقول لحضرتك ده والدي ولا انا مثل اعلى وقدوه بالنسبه لي، ولكن افضل من يتحدث عن كره القدم وعلم كره القدم في مصر. واتمنى الاستفاده من دكتور عطيه السيد. كل دقيقه بيتكلم فيها دكتور عطيه السيد فهي ذهب علينا استغلاله واستثماره بشكل جيد. الدكتور عطيه السيد طبعا دخل معانا المداخله وسمع اخر جمله حضرتك قلتها يا كابتن حسام. طبعا دكتور عطيه السيد ما فيش حد في مصر ما بيختلفش عليه خالص، لانه رغم ان سبحان الله احنا ممكن نختلف على الانبياء، ولكن سبحان الله طبعا ما نقولش ان الدكتور عطيه السيد نبي، ولكن دكتور عطيه السيد قيمه كبيره. احنا نؤخذ منه، احنا ناخد منه كل حاجه، كل معطيات الدنيا، الموهبه والتدريب والكلمه الحسنه، بعيدا حتى عن المحاضرات، ممكن يفيدك انت كشخص انه يبقى صديق ليك. دكتور عطيه السيد، برحب بحضرتك المحاضر الدولي، اهلا وسهلا بك يا دكتور. اهلا بك يا كابتن حاتم، واهلا بالكابتن والنجم التدريب الصاعد الواعد الكابتن حسام عوض، طبعا نجم نادي ابي ونادي المقاطعه والدمنهور. اتمنى له طبعا التوفيق في مشواره القادم، زي ما كان لاعب مميز ان شاء الله يكون مدرب مميز، يخرج لنا كده جيل كبير من اللعيبه المهاريين زي ما هو كان ان شاء الله. الله يخليك يا دكتور، طبعا بنشكر حضرتك جدا واسلوبك الراقي المميز. دكتور عطيه السيد، للاسف الشديد دلوقتي ممكن اقول عايز ان الناس بتجتهد، في فرق بين الاجتهاد وفرق ان انت بتجتهد وبتقدم وجبه غذائيه دسمه من العلم للناس، يبقى انت بتشكر عليها. مش معنى ان انت بتجتهد وبتعمل كل يوم دوره، في دورات دلوقتي للاسف الشديد من اول ما اتعملت لغايه ما هتتعمل وهتفضل مستمره ما فيهاش غير كلمه واحده بتتعمل، اللي هي المحاضرة الشاملة، فيها كل حاجة، وفي نفس الوقت بنطلع منها مش فاهمين ايه اللي اتقال، غير ان احنا بناخد في الاخر شهادة. فايه فكرة الدورات التي لم يعلن عن اسمها قبل اعلان الدورة؟ هل دي بتقلل من قيمة المحاضر لما يجي انه مش قادر يقول العنوان اللي هو قاله، ولا دي بتبقى ايه بالظبط يا دكتور؟ بص يا كابتن حاتم، مفيش شك ان احنا في ال 15 سنه الاخيره في حراك تدريبي كبير من كل المؤسسات القائمه على اعداد المدرب في مصر، بدايه من كليه التربيه الرياضيه وهي ليها دور يتخطى ال 60 سنه، دخل معها مؤسسات اخرى زي الاكاديميه الاولمبيه ونقابه المهن الرياضيه والاتحاد المصري لكره القدم ممثل في الاداره الفنيه في اتحاد كره القدم، مع استحداث نظام كان ما كانش فيه فترات طويله استحدثه الاتحاد الدولي، وهو نظام الدورات والرخص للسي والبي والاي والبرو دلوقتي. الحقيقه كل دوت خلق مناخ كبير ونهم في العلم وحراك تدريبي، وخلى الناس كلها تبقى في حاله اطلاع دائم عشان تقدر تواكب الرخص دي. بالاضافه لكده في خط موازي قامت انديه كتير وقام افراد وشركات بالدخول في هذا المعترك، وفي ناس فيهم من حقيقه يعني كان ليهم فضل السبق وكان ليهم يعني اسهام كبير جدا، اللي هم محترفين في اقامه الدورات واقامه الورش العمل. ولكن انت عارف زي اي مجال في الدنيا في الصالح وفي الطالح، في دورات الحقيقه بتحقق المعايير المطلوبه من ناحيه الماده العلميه وعدد الساعات الدراسيه والمحتوى العلمي الحديث وجوده المحاضرين وكل المعايير المطلوبه في اقامه ورشه او ندوه او دوره تدريبيه. وهناك بعض الناس اللي بتتربح من هذا الموضوع وللاسف الشديد بيستثيروا المدربين تحت دعاوى شهادات او من الى اخره، ولكن المدرب في الاخر مش عايزين نلغي ذكاء الناس، المدرب بيقدر يعرف لما بيخش بيقعد مع محاضر بيخش الدوره ديت بيخش عند المؤسسه العلميه ديت سواء الاكاديميه الاولمبيه او النقابه او كليه التربيه الرياضيه او الاتحاد المصري لكره القدم، الحقيقه بيفرز المحاضر وبيفرز الماده العلميه المعطاة اليه وبيقدر يقيمها، وبالتالي بتلاقي المدرب بقت عنده قناعات بمين اللي استفاد منه ومين اللي ما استفادش منه، عشان ما نخشش في
في جدل كبير. المفروض ان اقامه اي دوره تدريبيه، اي دوره تدريبيه الاتحاد الدولي ليه معايير محطوطه. الاتحاد الدولي ما فيش دوره تدريبيه بتزيد من 25 ل 50 فرد لواحد، عدد الساعات اللي فيها وفقا للليفل ليها عدد ساعات معين، المحتوى المطلوب لابد ان يكون معلن عنه ومحطوط وفقا للفئات اللي هو هيتم التدريس لها، هل هي سي ولا بي ولا مبتدئين ولا بلو ولا محاضرين، هل هي للبراعم فئات سنيه صغيره ولا هي للناشئين، هل هي دول خاصه باعداد باتجاهات معينه مثلا في الاعداد البدني او ولا في الاعداد المهني ولا في الاعداد الخططي، ولا هي دوره شامله ورخصه شامله. المفروض كل المعايير دي تطرح قبل الاعلان عن الدوره وقبل الاعلان عن المحاضرين. المفروض ان الدوره دي بتتبع مؤسسه سواء الاتحاد اللي دوره سي او بي او اي، ودي بتبقى خاصه بالاتحاد الدولي بيبعت الاتحادات القاريه اللي هي الاتحاد الافريقي والاسيوي والاوروبي، وبالتالي الاتحادات الافريقيه بتبعت الاتحادات الاهليه اللي تابعه ليها بتبعت لها شروط ومعايير الدوره. فاذا احنا خرجنا خالص من هذه القصه ان الدورات سي والبي وايه هي دورات تبع الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي، والمفروض المعايير بتاعها محطوطه وبتبقى اسطمبه واحده في كل القارات سواء اسيا او افريقيا او اوروبا. تمام. نيجي للدورات الخاصه اللي هي ابتدى بقى لها فتره طويله دلوقتي، في مبادرات شخصيه من بعض الدكاتره ومن بعض الافراد ومن بعض الخبرات والقيمات، في ناس عندها خبرات كبيره جدا، ولكن هذه الخبرات لازم تتحط في اطار وقالب الشروط ديت عشان نقدر نوحد الرساله اللي تصل الى المدرب، عشان ما يبقاش في تشتيت للمدربين ويبقى في نوع من الهرج ومرج، وكل واحد لاعب كوره يفكر ان هو ممكن يقدر يوصل الرساله العلميه للمدربين. الحقيقه الموضوع في الفتره الاخيره رغم الحراك الجميل دوت، لكن بقى ليه جوانب سلبيه، لان بقت ندوات وورش مفتوحه على البحري من غير ضابط ولا رافع. المفروض هنا اللجنه الفنيه في الاتحاد المصري لكره القدم تضع معايير لاقامه هذه الدورات. والحقيقه انا كنت لسه في منطقه القاهره، كان الدكتور محمود سعد في منطقه القاهره في نادي جولدن الاسمرات في المقطم عاملين دوره لمدربين منطقه القاهره حوالي اكثر من 100 مدرب، وقبليها كان اول امبارح انا كنت في دمنهور منطقه البحيره، من فترة تانية في منطقة الأليوبية كان في دورة في نادي المؤسسة العمانية. إذا الأفرع بتاعت اتحاد الكورة بتقوم بدورات تنشيطية نظرا لتوقف الدورات سي وبي وإي عشان يوجهوا المدربين، وهو المدرب برضه في حاجة إلى أب تو ديت، حاجة لمسايرة التطورات اللي بتحصل في كرة القدم. كمان إحنا عندنا هناك مشاكل مستحدثة زي تنظيم المسابقات، زي تدريب الفئات العمرية، زي تدريب البراعم، زي مشكلة اللعيب الأجنبي، زي مشكلة التسنين، زي مشكلة كل المشاكل دي، وكل المشاكل التدريبية والتنظيمية لابد إنها يتم طرحها، مش لازم تكون في دورة، ممكن تكون ورشة عمل، ممكن تكون ندوة. طيب يا دكتور، طيب يا دكتور، أنا أستاذن حضرتك في كذا نقطة حضرتك أشرت ليها مهمة جدا في في في, في الحديث. هل دلوقتي العدد اللي حضرتك بتتكلم فيه قلت من حوالي 25 ل 30 او 50 دي الدورات اللي تبع الاتحاد الدولي؟ طيب انا عايز بس حضرتك الدورات دي لما لو العدد زاد وصل 200، هل ال 50 عندك هيستفيدوا اكتر او لا؟ يعني انه الانجح العدد الكبير اللي بقى متواجد ولا العدد القليل؟ انه الانجح؟ انت جاوبت على السؤال. هو المفروض طبعا كل ما قل العدد كل ما هيبقى فيه تفاعل اكتر، كل ما هيبقى الجوانب عدد الساعات الدراسيه وفي عينات بتشتغل عليها. انا كنت في دوره في دوره الفطور لاعداد محاضر المستقبل تبع الاتحاد الدولي في تونس. تمام. كان في من واخدين الشمال الافريقي ومعاهم بعض الدول من قاره اسيا، من كل دوله واخدين ثمان دول 24 محاضر كانوا موجودين، ورئيس اللجنه الفنيه في الاتحاد التونسي 25 واحد، وجايبين لنا منتخب تونس للناشئين تحت 16 سنه بنشتغل عليه، بنشتغل في اليوم 10 ساعات تدريبيه. لك ان تتخيل حجم الاستفاده يا كابتن حاتم. طبعا ده عدد، لما بتشتغل بقى ساعتين ومعاك 200 واحد، طبعا اكيد انت بتبذل مجهود عشان توصل الرساله للكل، وبيتوقف دي على جوده المحاضر ان هو يوصل الرساله للكل. ولكن لما يبقى المكان اللي انت قاعد فيه مكان يعني مريح، ولما تبقى الادوات اللي بتشتغل بيها ادوات صالحه، هتقدر ولما يبقى الملعب وكل الادوات المحيطه بالعمليه التدريبيه بتبقى كويسه، دي حاجه مهمه جدا. بس انا عايز اميز ما بين دوره رسميه وورشه عمل وندوه. الدوره الرسميه اللي انا بقول لك عليها الاعداد دي اللي بتتراوح من 25 ل 50 واحد، لكن لو ورشه عمل ممكن تقعد 200 فرد، ما فيش اي مشكله خالص، وهي ورشه عمل هي نظريه ولا عمليه ولا نظريه وعمليه مع بعض؟ هل انت بتتناول موضوع واحد وبتتناوله في الورشه ديت؟ طيب دي نقطه، دي نقطه مهمه يا دكتور. الحاجات حضرتك بتقولها دي بقى المفروض ان انا بنوه عليها قبل البدايه، قبل بدايه الدوره، وبقول عنوان ليها ان هي المحاور طبعا. ما الناس هتخش ايه؟ يعني انا النهارده حد اخش الدوره عندك
بناء على اساس ايه؟ ماشي سمعت الناس كلها بتتكلم في كوره اخش اقعد معاهم، لكن الدوره دي معموله مثلا لتدريب مثلا حراس المرمى، الدوره مثلا معموله لتدريب لتدريب البراعم، الدوره دي معموله مثلا لمناقشه اهم طب يا دكتور طب اهم المشاكل الموجوده في الدوري المصري لكره القدم، دوره موجوده في الاعداد المهاري، دوره موجوده في الاعداد البدني، دوره معموله في الاعداد الخططي واهم الخطط وطرق التدريب اللي موجوده حديثا مثلا في كره القدم. طب يا دكتور نقطتين بس مهمين قبل ما انهي مع حضرتك كده، في نقطه مهمه وكابتن حسام برضه هيسالك سؤال، في حاجه عايز اقول لحضرتك، هل ليه ما بيتمش دلوقتي التنسيق مثلا دكتور عطيه السيد هيجي حلوان او هيجي مكان او الغربيه او الدهليه، هل بيتم التنسيق من خلال المحاضره اللي حضرتك يعني انت اللي هتعمل المحاضره بالتنسيق مع اتحاد الكوره فيها يتعمل كذا كذا، لربما حد يكون متواجد معاك من اتحاد الكوره او على الاقل يبقى المحاضرين اللي شغالين عمالين يحاضروا هنا وهنا في تنسيق ما بينهم وبين اتحاد الكوره يبقى الشكل له شكل كويس. هل اوريدي يا كابتن حاتم في تنسيق مع الدكتور محمود سعد في دورات اللي بتتبع الاتحاد المصري والافرع الرئيسيه لاتحاد كره القدم، يعني احنا كنا في دوره منطقه القاهره بدعوه من الاداره الفنيه في اتحاد الكوره والدعوه من الاداره الفنيه في منطقه القاهره. طيب تمام ماشي، وكان منسق مين اللي هيحاضر فيها سواء انا او اكس او واي او زد، ومعروف مين المحتوى العلمي وعدد الساعات بتاعته قد ايه وعدد المشاركين في الدوره وفئات المشاركين عاملين ايه، هل هم مدربين براعم ولا مدربين ناشئين ولا مدربين فريق اول ولا مدربين متنوعين، كل الكلام ده بيتم التفصيل فيه. ولكن هناك بقول لك بعض المبادرات الشخصيه، يعني مثلا الدوره اللي هي موجوده في حلوان اللي هي هتبقى يوم السبت، دي مش دوره، دي ورشه عمل لمده يوم، كابتن سيد الخولي والدكتور محمود ودي والعبد الفقير الى الله، احنا هنا هنتناول موضوعات، الدكتور محمود هيتكلم في محمود ودي هيتكلم في الاصابات الرياضيه، الكابتن سيد بيتكلم في تدريب حراس المرمى، انا هتكلم في موضوع جديد اسمه قراءه جديده المفاهيم القديمه في التدريب الرياضي في كره القدم. تمام، اذا احنا محددين الموضوعات وارسلناها للجهه المنوطه بالتنظيم عشان لما بيعملوا دعايه للناس اللي عايزه تيجي، وربما يكون مثلا حسام حضر الدوره ديت في دمنهور فايه اللي هيخليه يجي، فلازم يكون فيها علم مسبق بنوعيه الدوره وفئه المستهدفين اللي فيها والموضوعات المطروحه في الدوره، لان انا ممكن اروح ادي الدوره ادي فيها موضوع خاص مثلا بالبراعم، ممكن اروح في دوره ثانيه ادي موضوع خاص بالاعداد الخططي، اروح في دوره ثانيه اتكلم عن التحليل، فاذا لازم الموضوع تبقى مطروحه عشان المدربين تبقى عارفه هي رايحه الاشتياق الاشتياق لحضرتك يا دكتور الاشتياق لحضرتك وكلام حضرتك ما بيخلصش خالص، بس حضرتك عارف وقت البرنامج بيبقى غصب عننا، فكابتن حسام بس سريعا هيقول لحضرتك سؤال كده. اتفضل يا كابتن. هو دكتور انا بس عايز بس اعرف من حضرتك المعيار اللي على اساسه بيتم انتقاء واختيار المدرب للعمل بقطاعات البراعم او الناشئين او الشباب او الدرجه الاولى، النهارده خلاص اوريدي النادي اختار المدرب، ولكن كيفيه تسكينه في المرحله اللي تناسب امكانياته؟ هو بص يا حسام، هو المعايير دي بتبقى محطوطه المفروض من المدير الفني لقطاع الناشئين في كل نادي، هو عنده دي الفئات العمريه اللي عنده ايه سواء براعم او ناشئين او شباب، المفروض ان هو بيبقى عارف المواصفات اللي هي عنده عشان على اساسها يختار المدير الفني او المدرب اللي ماسك، يعني انا مثلا في الفئات العمريه الصغيره جدا ما اقدرش اجيب مدرب خبراته التدريبيه لا تتعدى سنه او اثنين، لان الفئه العمريه ديت محتاجه راجل تقني او فني بدرجه عاليه جدا يقدر يغرس من الولد من صغره عمليات التعلم تكون عنده عاليه. طب دكتور عطيه، دكتور ممكن استاذنك حضرتك تجي لنا اول خميس في رمضان هنا؟ استاذنك ان شاء الله بامر الله. لا يوم اربع، انا اسف جدا، يوم اربع هيبقى الحلقات في رمضان هتبقى غلط. ممكن استاذنك انك تيجي لان بصراحه احنا كلنا محتاجين حضرتك متواجد معانا، قيمه كبيره طبعا، قيمه كبيره جدا جدا يعني. بشكرك شكرا جزيلا المحاضر الدولي، شكرا جزيلا المحاضر الدولي دكتور عطيه السيد. طبعا انا بس انوه على حاجه صغيره، ان انا في اول المداخله لما دخل دكتور عطيه وقلت ان الانبياء ما بيختلفوش عليهم حد، ولكن انا ما كنتش اقصد درجه دكتور عطيه السيد بشبهها بدرجه الانبياء، طبعا الانبياء لا يشبه به احد خالص، ولكن من حبنا الشديد وقدرته عندنا فبيعتبر الشخص اللي نتكلم عليه هو شخص قريب من القلب، قريب من العقل، قريب من افكارنا، قريب مننا لو ناس على قد حالها هتلاقيه على قد حاله، لو راجل هتلاقيه في كل حاجه هتلاقيه، فانا اسف لو كان اللفظ خني التعبير ده من شده حبي بالشخصيه اللي بتكلم عليها. والله يمكن المداخله دي ربما على المستوى الشخصي ده يعني الحلقه ده انا بص ممكن ياخد الوقت كله. بص يا كابتن حاتم، هذه الشخصيه بجد 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 حاجه محترمه جدا جدا، وانا ما اعتقدش ان انا ممكن اتعلم من حد اكتر ما اتعلمت من الدكتور عطيه، قيمه كبيره جدا جدا. وعايز انهي بس الكلام في الجزئيه دي، لو احنا حابين نتعلم ونفهم
ونحط تصور مستقبلي للبراعم والناشئين في مصر، علينا بالنظر لدكتور عطية السيد وتفعيل دوره وإمكانياته داخل هذه المنظومة بشكل أكبر من كده مليون مرة. طيب نخش بقى على حلقتنا دكتور عطية السيد كلها يوم عندنا في حلوان إن شاء الله بإذن الله نقدر نعمل له حلقة كويسة يعني بإذن الله. يعني دور الإعلام، دور الإعلام في ما هو يقدم للجماهير المصرية سواء في أفريقيا أو سواء عامة في الاحتقان اللي احنا كل حلقة بنفضل نتكلم عليه، ولكن للأسف الشديد احنا بنتكلم في وادي والناس تانية خالص بتروح الموظفين بتروح المكان بتاعها بتقعد وبتأدي دورها في وادي ومفيش أي تقدم يا كابتن حسين. تمام، نقلل شوية من الفلسفة والنقد والتقييم زي ما قلت حضرتك في بداية الحلقة، وبلاش ان احنا نكون تابعين لأحد، لابد ان احنا نقيم بموضوعية شديدة جدا جدا. دي جزئية. الجزئية التانية عدم ممارسة الضغوط، عدم ممارسة الضغوط في وقت ما ينفعش في الضغوط. النهاردة منتخب مصر الشيء بالشيء يذكر مقبل على بطولة الأمم الأفريقية، لا يعقل أبدا ان احنا طول الوقت انت ما خدتش فلان ليه، افضل مهاجم في مصر ما راحش ليه. خلينا نتفق انه في النهاية الكرة بجهة نظر زيها زي اي عمل تاني. تمام، وفي نفس الوقت نرجع بقى بالذاكرة مثلا شوية لفيليبو سكولاري مثلا لما كان متواجد مع منتخب البرازيل والاعلام قعد يضغط بشكل كبير جدا جدا عليه عشان ياخد روماريو. روماريو مش هقول لحضرتك لعيب في الدوري المصري، ولكن لو قسنا في ظلم لانه هو في النهايه ما بيلتفتش لحد واشتغل وقدم مردود جيد جدا جدا، وفي النهايه كل اللي كانوا بيضغطوا عليه علشان ياخد روماريو قالوا لا ده هو في النهايه رايه صح. لما نقول وجهات نظر علينا ان احنا نحط وجهه النظر في توقيتها، ما نحطش وجهه نظر في توقيت ربما يكون عامل ستريس كبير جدا جدا على المدير الفني وعلى مسؤولين داخل منتخب مصر. اضافه لكده الموضوع لابد ان هو يكون فيه حرفيه شويه، ان احنا نعمل يعني حاجه كده زي لجان فنيه منوطه بالحديث عن منتخب مصر ونقل الصوره بشكل محترم جدا. منتخب مصر او اي مدرب هيدير منتخب مصر احنا في النهاية مش هنجيب عبقري من كوكب بلوتو عشان يمسك المنتخب، هيشتغل النهاردة هيكسب وهياخد 3 نقاط، الماتش اللي بعده وارد جدا ان هو يخسر ويخسر ربما بخطأ فردي ليه هو. عشان كده المساندة والدعم كل الدعم ويعني تضافر الجهود من اجل الوصول للهدف المرجو. انا بس عايز اقول جزئية مهمة جدا، مصر نظمت بطولة الأمم الأفريقية 89 و 59 آسف و 74 و 86 و 2006، احنا احرزنا بطولة الأمم الأفريقية 2006 على ملعبنا، 86 على ملعبنا، 59 ايضا على ملعبنا. فاعتقد ان احنا لابد ان احنا نتفائل ونفهم ان احنا السبوت علينا كبير جدا جدا جدا، ومصر اكثر الدول تنظيما لبطوله الامم الافريقيه وكمان اكثر الدول فوزا ببطوله الامم الافريقيه. بلاش نعمل لود علينا كمشاهدين وكمتابعين، وبلاش كمان ان احنا نصدر ماده ربما تكون يعني ثقيله جدا 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 على المنتخب وعلى القائمين على المنتخب. طب في حاجتين بقى من الكلام اللي حضرتك قلته، الاسئله دايما كلامك بيبقى يعني فعلا بيجي في الصميم، ما شاء الله صوتك القوي يا كابتن حسام انت هتاكلني في الحلقه. بص يا كابتن حسام، حاجتين مهمين قوي في الكلام اللي حضرتك قلته، ان موضوع اختيارات المنتخب. بص احنا بنلاحظ دايما ان كل مدرب اجنبي بيجي ممكن يعمل معسكر فيه 1000 لعيب، بس تحس ان الاختيارات اللي هو اختارها قبل كده، او هي دي اللي احنا كلنا عارفين في الاخر ان هو هيختار ال5 6 دول او دول. فبتهيألي بحس ان ايه بيستغل وقت كتير قوي في مواضيع مهلكه او مواضيع حصلت قبل كده، وبحس دايما اختيارات المنتخب دي فيها الحته اللي انت قلت عليه، هو ما خدش لفلان، المفروض ياخد علان، ما هو هياخد مصر كلها للمنتخب. احنا عايزين ان هي ايه بتشغل الاماكن اللي المفروض كل واحد ياخد مكانه الصح. طبعاً. دي حاجه احنا فاهمينها، لكن انت بتقول احنا خدنا بطولات 1 2 و3 في السنوات دي وافريقيا، ممكن بيختلف المدربين الوطنيين عن المدربين الاجانب، لان انت لو رجعت بالذاكره هتحس ان كل البطولات اللي اتخذت في التوقيت ده كانت كلها ان لم تكن كلها مدربين وطنيين. طبعاً. فبتبقى دي ليها برضو احساس معين غير المدرب الاجنبي بالمدربين الوطنيين. انت بقى في التوقيت ده بعد ما زاد عندك التطور التكنولوجي والتصوير والكلام ده كله، تقدر تستغلها سياحيا ازاي؟
في التوقيت اللي احنا محتاجين، ونرجع زي زمان، نرجع من حوالي 10 سنين كنا بنعمل الدورات والبطولات، ما بنحتاجش كمية الأمن دي كلها، ما بنحتاجش كمية الحرص الشديد، وكلنا بنروح نحط ايه يعني البيت كله في سلة واحدة، يعني كله يروح يحرس المكان ده، يأمن المكان ده، نستغله ازاي سياحيا بحيث تبقى انفراجة للبلد فيما بعد. هنستغله سياحيا زي ما حضرتك بدأت الحلقة وقلت عن دكتور عطية، هنستغله بالعلم كمان. علينا ان احنا نقيم ورش عمل لكل الكوادر الموجودة داخل هذه المنظومة، سواء اذا كان لاعبين، مدربين، جمهور، ونحاول نعمل حملات توعية ونفهم الناس، بدل ما بنصدر للناس امور ربما يعني على مستوى الشخصي مثلا، حضرتك على السوشيال ميديا مثلا شوف كم الترقب وكم التصيد لاخطاء القائمين على الرياضة في مصر، هتلاقي الموضوع كبير جدا جدا. علشان كده الفترات اللي قادمة لازم نعمل حملات توعية كويسة جدا، لازم نساند كابتن محمد فضل، اصل التذكرة مش عارف ايه غالية جدا. يا جماعة ما فيش عمل في الدنيا فردي، كابتن محمد فضل ما بيشتغلش لوحده، اي عمل في الدنيا عمل جماعي قائم على منظومة وقائم على سمعة بلد. احنا خلي بالك احنا اللي بنقول للناس خارج مصر انه مصر مش امنة، مش الناس من بره هي اللي بتقول كده. يعني احنا لما طول الوقت على السوشيال ميديا عمال انت تتناول موضوعات، انا اسف يعني موضوعات هايفة جدا جدا جدا، ونقعد نتكلم في امور يعني لا تسمن ولا تغني من جوع. التخصص يا كابتن حاتم عشان نرجع برضو تاني، خلي كل واحد يشتغل شغله، خلي كل واحد يعمل يعني بدون اي ممارسة ضغوط عليه. بطولة الامم الافريقية اللي جاية في وقت قاسي جدا وصعب جدا علينا كشعب مصري. لازم نصدر رسالة ونقول للناس ان مصر امنة جدا، وان مصر تمتلك كل المقومات اللي تدعمها ان هي يعني مش تشيل بطولة امم افريقية، تشيل كاس عالم، تشيل اولمبياد، ايه المشكلة؟ انت دولة كبيرة جدا جدا، انت دولة يعني بتمتلك كفاءات وبتمتلك قامات وكوادر على اعلى مستوى. نسيب يعني الناس تشتغل، وبلاش الحكم يكون يعني مبدئي، سيب الناس تشتغل، قيمهم، ولكن زي الناس في اوروبا ما بتشتغل، التقييم دايما على اللونج ران، الناس دايما بتسيبك تشتغل وبعدين بتقيمك بما يجب ان يكون، مش بيقيمك ان لبسي مش كويس، ان انا اسف ان امور الشخصيه وضعها 1 2 3، لا خلينا نسيب الناس تشتغل، يبقى في سبورت من كل الناس، دعم من كل الناس، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله نتفائل وان شاء الله مصر هتروح في مكان افضل واحسن من كده باذن الله. باذن الله. طب كابتن حسام، شايف اختيار المدير التنفيذي لبطوله افريقيا ان احنا نتجه شويه بدل ما يبقى سننا كبير، نتجه شويه للشباب، ولما اختاروه وقالوا عليه قال لك لا ده هو سنه صغير فما ينفعش يدير منظومه ويبقى بالسن دوت، وقال لك لا ده بعيد خالص عن تفكيره لام افريقيا، رغم ان هو انسب شخص حقيقه فعلا، انسب شخص، وبصراحه قيمه محترمه جدا، قيمه رياضيه محترمه جدا. شايف اختيارهم ان هو يدير المنظومه الافريقيه ويبقى المدير التنفيذي ليها ده اختيار موفق، اختيار صح في الفتره ديت، ورغم ان عايز اقول لك الجهابزه الكبار الناس الكبيره فضلوا كلهم يعلقوا قال لك لا مقطعين. دي حقيقه. بص يا كابتن حاتم، العالم كله النهارده بيتبع نهج تربيه بطل او تربيه كادر يستطيع ان هو يكمل المسيره، يستطيع ان هو من خلال الخبرات اللي هيمتلكها في هذه الفترات ان هو كمان نطلع واحد كمان جنبه. في حلقه سابقه مع حضرتك قلت لك احنا بنقول على كابتن حسام البدري 56 سنه مدرب صاعد واعد. لما بنفكر نروح لدكتور، الدكتور ده بنقيمه واحنا قاعدين في البيت قبل ما نروح له بسنه، ما بنقيموش بكفاءته بالظبط، يقول لك اصل ما عندوش خبره. الخبرات مواقف، الخبرات مواقف ومواقف متكرره. الخبرات اقدر ان انا من خلال اخطائي اتعلم. انا ممكن اقول لك النهارده محمد فضل غلط في 1 2 3، لكن ربما هذا الخطا هو يعني السبيل الوحيد في صنع شخصيه محمد فضل. مش في يوم وليله يا كابتن حاتم هبقى يعني بروفيسور وقادر على يعني انتاج وقادر على العمل بشكل كبير. محمد فضل اتقال عليه كلام منها مثلا انه بيمتلك علاقه كبيره جدا جدا مع المهندس هاني ابو ريده، وانه بيحبه جدا، وان الحب والكره ملوش علاقه. لو حصل فشل اول المتضررين هو كابتن هاني ابو ريده. صح. علشان كده هو مش هيغامر ولا هيجازف ولو حتى بتزكيه هذه الشخصيه علشان
ده مش نجاح فرد، ده نجاح منظومه يا كابتن حاتم. صح، دي دوله كبيره جدا جدا، وعلشان بتمتلك خبرات وعلشان بتمتلك كفاءات مفيش ما يمنع ابدا ان هذه الخبرات وهذه الكفاءات تكون سنها صغير. شوف المانيا، شوف كل المانيا النهارده فيها 4-5 مدربين اعمارهم السنيه 27 28 29 30. واول ما بداوا بالمنتخب الوطني جابوا كلينسمان اللي هو كان لسه مخلص وخلوه قدر المنتخب. لما كانت المانيا الشيء برضو بالشيء اوسكار، لما كانت المانيا في كاس العالم هنا في مصر بتلعب في بدايه كاس العالم وخسروا 7 اعتقد من البرازيل، الناس كلها مسكت المدير الفني في مصر موتوه. انت ازاي المانيا وانت، قال لهم انتوا باصين تحت رجليكم، انا الرؤيه بتاعتي ان الجيل ده هو اللي هياخد كاس العالم. وبالفعل فيليب لام وهذا الجيل القوي جدا هو اللي كمل بعد كده، وهو اللي اخد كاس العالم وكسبه البرازيل في النهائي. كسبه البرازيل تمام. العمل دائما وابدا طالما بيبنى على ويثقل بالنواحي العلميه والنواحي العمليه لازم يكون في نجاح. وحتى لو ما كانش في نجاح ففي عامل مهم جدا جدا مش متواجد، عامل التوفيق. قيم بما يجب ان يكون، ما تقيمش يعني الامور الشخصيه، حط على جنب خالص انا بحب الكابتن حاتم او لا، ملهاش علاقه. قيم عمل، قيم جهد، قيم مجهود. طب انت ليه ما سالتش نفسك وانا بسالك السؤال، انا ما ذكرتش هو مين المدير التنفيذي لأم افريقيا؟ انا لما سالتك السؤال طبعا كل المشاهدين قالوا طب ما هو مين ده، مين المدير التنفيذي؟ وانا سالتك السؤال ده ليه؟ لازم برضو الناس تعرف حاجه، ان انت الاسئله اللي على الهوا يا جماعه، انا سالت كابتن حسام وقلت له ايه رايك في المدير التنفيذي واختيارهم ليه مين، وما قلتلوش هو مين. هو رد وجاب نجاح المدرب، هي دي اللي احنا بنقولها التخصصيه. بالظبط، ان في ناس طالعه تاخد اماكن ناس مش بتاخدها عافيه ولا بتاخدها بنفوذ ولا بسلطه وبفلوس، هي بتاخدها عشان هي احق من الكلام ده. كون الكابتن حسام عنده فكر سواء اعلامي او رياضي او تربوي كمان داخل الملعب، انا اضطريت وقلت ان انا اساله السؤال ده على الهوا عشان يجاوبني على الشخصيه اللي انا ممكن اصلا ما كنتش عارف اسمها، بس انا عارف اسمها. لا ده انا بوصل له، لا المدير التنفيذي انت ايه رايك اختياره؟ لكن هو جاب ليه محمد فضل وقال لك خطا من الاخطاء اللي ممكن يكون وصل لمحمد فضل في المكانه دي. وعلى فكره هو جدير جدا بالموضوع. كابتن حاتم انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، البلد دي لو يترك فيها جانب ابداعي للقائم على اي عمل في الدنيا هنكون في حته تانية خالص. ممكن، لان كلما انا اسف ممكن يكون بيترك دي حقيقة. يعني مثلا رب البيت ممكن يكون انا سايب لك الحته دي يعمل فيها، لكن الناس اللي تحت مش مدين لك ده. تمام، انا هقول دكتور عصام درويش معانا نائب مدير التنفيذي اتحاد الكوره منطقه الجيزه. اهلا وسهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا استاذ حاتم وبرنامجك الجميل وضيوفك الكرام، اللي انا مش قدام الشاشه عشان يسعدني ان انا اعرفك مين. كابتن حسام رضوان حسام عوض قطاع براعم وناشئين مصر المقاصه. بتروجيت اكيد. كان في بتروجيت حبيبي. لا حسام عوض، حسام عوض قطاع مصر المقاصه. اهلا يا كابتن حسام، اهلا بك. اهلا بيك يا فندم. الله يخليك يا دكتور. الله يخليك يا دكتور. دكتور كنا بنتكلم في جزئيه مهمه جدا وهي التحاضر اللي لازم يكون مقنن ولازم يكون معروف الجوانب ليه ايه، وانا رايح احضر محاضره معينه ازاي حضرتك بتعرفني المحاضره دي من قبل انا ما اجي، اهدافها ايه، الشهاده اللي فيها هل هي معتمده، هاخدها منين من الجهه، الاعداد اللي موجوده، الاماكن، الساعات الزمنيه، الحاجات اللي مهمه قوي ان المحاضر يروحها ويبقى فاهم هو هيقول ايه وايه المطلوب منه والمحاضر كمان هيعمل ايه. نعم طبعا. نمره 1، من هي الجهه المسؤوله عن تنظيم اي عمل في الدورات التدريبيه؟ دي نمره 1. نمره 2، من هم المحاضرون اللي هم هيأدوا الرساله في الحدث اللي هم عاملينه، سواء تدريبي او سواء في الاداره الرياضيه او سواء في الاعلام او سواء مين هم المحاضرين. الانتقاء. نمره 3، البرامج التخطيطيه للتنفيذ، عدد ساعات العمل، عدد وخبره المحاضر اللي هو منتقى، مكان اللي هو هيتم فيه شرح المحاضرات. ماشي. من هم المجموعة اللي هيتم الإلقاء؟ هل هم في دورة أساسية أم دورة تعليمية أم دورة تثقيفية أو دورة متخصصة؟
مثلا دي نقطة من النقاط. مثلا الاتحاد المصري لما بيحط برنامجه السنوي علشان يعمل دورة في الليسن سي او بي او اي، طبعا كلنا مصدر هذه الدورة الاتحاد الافريقي لكرة القدم وفق معايير ومتطلبات الاتحاد المصري لانتقاء المدرب الاساسي او الاداري الاساسي. وعلى ضوء ذلك المدير الفني للاتحاد بيختار مجموعة من المحاضرين الأساسيين اللي هم معتمدين عنده في الاتحاد المصري لكرة القدم علشان يقدر يبدأ محاضراته الفعلية. سواء البرنامج إن كان بيتكلم عن الجانب النفسي، الجانب التحكيمي، قانون كرة القدم معدلاته حسب قرارات الفيفا، الجانب الإداري، الجانب ده بالنسبة للحاجات الإدارية. أنا بالنسبة للتدريب تمام ماشي، ليها شقات كتيرة جدا بيبقى فيها حاضر، فيها محاضر التغذية ومحاضر نفسه ومحاضر برامج تدريبية كاملة. طبعا بقى الملاعب محتاج الملاعب، مش محتاج كلها نظريات. تمام. كل الناس دلوقتي بدأت تتجه إلى النظريات، الإرسال والاستقبال، إرسال المعلومة زي الطلبة في المدارس والطلبة في الحضانة والطلبة في الكتب في الكتاب. بيقعدوا في قلب مكان مغلق وجايبين بروجيكتور وجايبين صبور وعمال يقول يرسل، واللي قاعد قدامه على كرسي بيستقبل. وده فك ذريع. انا عايز هنا انتهى عصر اني انا اتكلم. ده لازم المحاضر ده يكون نازل لمستوى فكر الدارس او الباحث علشان يقدر يطلع اللي عنده وياخد منه من داخل الفكر بتاعه التحقيق المستهدف المراد توصيله للدارس او الباحث او المتدرب. طيب يا دكتور بسرعه كده سريعا عايزين نعرف الدوره المقامه حاليا دلوقتي هتختتم امتى، اللي حضرتك كنت داعي ليها وكان اول يوم النهارده، عايزين نعرف هتختتم امتى. والله النهارده احنا عملنا برنامج في مؤسسه جرين هيفن، مؤسسه تعليميه وفي نفس الوقت في سبب انشاء نادي. ففكر استاذ رئيس مجلس الاداره عمل دوره تدريبيه لمعرفه، ومنها من ضمن المستهدف رفع مستوى دوره في الاداره الرياضيه. وعنوانها استراتيجيات الدوره التدريبيه لاعداد وتطوير اداريين كره القدم في الانديه الرياضيه. تمام. من ضمن البرامج الاداره الرياضيه ليها باع كبير جدا في تنفيذ خاصه كره القدم. لما نجيب واحد عشان يتكلم محاضر في علم النفس زي الدكتور مصطفى يونس هيتكلم مدى تاثير الاداري وعلاقته بالاسر ولاعيبه كره القدم والاداره. طب المحاضرين سريعا كده يا دكتور عشان وقتنا بس. المحاضرين ماشي، وعندنا مثلا الاستاذ ايهاب شعبان الاعلامي وكان بيتكلم عن تاثير العامل الاعلامي والسوشيال ميديا للاعبين والمدربين والاداريين. تمام. نيجي للدور الثالث النهارده مثلا بنتكلم على العقود المحترفين والقيد والتثبيت والتسجيل اللي عندنا الاستاذ وليد العطار. نيجي للكابتن فتحي نصير عامل محاضرات جميله جدا. تمام. هيعمل فيها برزنتيشن كامل ويقعد كل خمسه مع بعض ورشه عمل للاستفاده ويحطهم على بروجيكتور. ازاي يا جماعه اخطاء هي فيلم تسجيلي من مباراه، فيلم تسجيلي من سيتويشن مواقف في الملعب، علشان يقدر يطلع كل واحد ويكتب خمس نقاط اساسيه. طيب. تقوم الخمسه يتناقشوا. طيب يا دكتور عايزين الاعلام في عندنا اخر حاجه الاستاذ الكابتن احمد ابو العين الحكم الدولي في متغيرات القوانين والتعديلات القانون الدولي اللي لغايه النهارده بعض المدربين في الفرق وبعض الاداريين يفتقدوها. فده هنا الدوره التدريبيه التي اقيمت بالتعاون مع بريتش فونديشن ومؤسسه جرين هيفن. طيب يا دكتور عايزين مكتمله الارقام. طيب عايزين نيجي يوم النهائي، نحضر يوم النهائي عشان نقدر نغطي برضو تغطيه نهائيه. فالمقام النهائي بتاعها امتى؟ يوم السبت باذن الله الساعه 6 في مؤسسه جرين هيفن على طريق المحور المركزي، بطريق المحور امام المنطقه اللي قدام ملاعب الامن المركزي.
بشكرك شكرا جزيلا دكتور عصام درويش نائب المدير التنفيذي لمنطقة الجيزة. بشكرك شكرا جزيلا. ادي الفكرة النهاردة قدرنا نطلع مفهوم جديد قوي ان التحاضر والمحاضرين ازاي، مش ان انا اقوم الصبح يلا هجمع محاضرة لملك كام مدرب وتعالى ونزل الصور وعملنا محاضرة. فعش الكلام ده طبعا يا جماعة، لازم تبقوا عارفين انتوا كمدربين رايحين تاخدوا ايه وتستفادوا ايه ومين اللي جاي حاضر. كابتن حسام ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه في موضوع التحاضر، ويمكن النهارده دخل عندنا قامات محترمه كابتن عصام وكابتن طبعا الكبير المحترم عطيه السيد. النهارده علشان اخلق منظومه استثماريه انت هتدفع فيها فلوس وهتاخد منها فلوس، استثماريه طويله الاجل، مش ان انا النهارده واخد فرقتين او واخد قطاع واخد القطاع ده اشتغله السنتين واعمل الاسم وبعد كده هقعد عليهم. انت علشان تعمل منظومة استثمارية، ودلوقتي بقى خلاص الهدف كله استثمار يا كابتن حسام، خلينا نكون واقعين شوية، وعندك القاعدة، عند حضرتك النادي، والنادي مفعل وكل حاجة، يعني واقف على حاجات بسيطة ترخيص وكده وخلاص، وعندك مفعل، عايز حضرتك تبقى المكان ده كاستثماري فيه. تمام؟ وعايز تبدأ فيه استثمار. لو أنت مش المكان ده تستثمر فيه، وعايز تاخد النهاردة اسم نادي كبير، وقدامك فيه نادي واتصلت عليك قلت لك كابتن حسام في قطاع قاهرة هتلعب بيه. انت داخل فيه هتدفع فيه مبلغ كويس، ولكن من خلال المبلغ اللي انت هتدفعه ده عايز تشتغل فيه كاستثمار. هتقدر تعمل منظومة استثمارية ازاي في ظل اللي احنا فيه ده، وفي ظل كله اخبار وهمية واستثمارات ومش عارف يقول الكلام ده كله. ولي الامر محتاج يعرف من حضرتك منظومة الاستثمارية دي هتفيد الولد ازاي وهيدفع ايه وهيعمل ايه. تمام. موضوع مهم جدا جدا جدا، ربما يكون مسيطر على اذهان وعقول الكثيرين يعني، ولكن علينا ان احنا الفترات اللي جايه علشان يبقى الموضوع ماشي بشكل منطقي يعني، المنوطين بكره القدم في مصر او بقطاعات الرياضه في مصر لابد من انتقاء واختيار من يمثل كره القدم في مصر. النهارده انا بفتح الباب قدام ناس كتير جدا بيروح يشتري اسم نادي ويشتغل. فين المتابعة الدورية لهذه الشخصيات اللي بتقود أندية؟ مين بقى متابعة؟ من الجهة المنوطة بالكلام ده كابتن حاتم، من الاتحاد المصري لكرة القدم. أنا النهاردة لما بقى عارف إن 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 أولياء الأمور اللي هم بيلهسوا وبيجروا ورا أحلام ربما تكون أحلام مرسومة على الورق من القائمين على العمل في هذه الأندية، تمام، خلاص علينا إن إحنا لازم يبقى لينا مرجع. احنا مرجعنا الاتحاد المصري لكرة القدم. بتشوف ناس يا كابتن حاتم انا اسف يعني في التعبير ربما ما تعرفش الاوفسايد من التسلل اصلا، وتلاقيه يمرن وحاطط يعني معايير كبيرة جدا وصفحات ومواقع وبيتناول اخبار يومية، والنهاردة احنا عندنا فترات معايشة في اسبانيا وفترات معايشة في انجلترا. وهم. النهاردة انا جاي للعيب اللي هيروح نادي استثماري، هذا اللاعب رايح بمستوى اقل طبعا من لاعبي اهلي وزمالك وانبي واسماعيلي ومقصه، ده طبيعي جدا. يبقى مستواه من 5 ل 6 من 10. هل هؤلاء المدربين هم اللي قادرين على تطوير وتنميه هذا اللاعب؟ مستحيل. تمام. مستحيل. يبقى الاتحاد المصري لكره القدم هو المرجع، لابد من وضع معايير لانتقاء واختيار هؤلاء المدربين وهذه المنظومات اللي بتشتغل في يعني الضلمه زي ما بيقولوا، وفي نفس الوقت لازم ولي الامر من خلال رسائل مرسله بشكل قوي جدا جدا لازم نعرفهم ونفهمهم، لازم نعرفهم ونفهمهم. بص الاستثمار مفيش ما يمنع ابدا ان حضرتك تستثمر ابدا، وانا مش بقول ان ده يعني لابد ان هو يقف، بالعكس الاستثمار بيفتح باب للاعبين اللي ما تمش التحاقهم بالانديه، ده حق مشروع ليهم. تمام. ولكن احط اليه واليه مهمه جدا للعمل في هذه الانديه الاستثماريه من خلال الاتحاد المصري لكره القدم، بالاضافه لابد من توعيه ولي الامر علشان يعرف انهي مكان صحي اقدر ان انا اروح له، انهي شخص فين. يا كابتن حاتم انت النهارده الناس بتشتغل، احنا بنقول ان الرخص الاي والبي والسي والبرو زي طبعا ما ذكر الدكتور عطيه هي رخص علشان حضرتك تشتغل. تمام. ولكن هي رخص على الورق، هو كده كده ان شاء الله الدكتور عطيه موجود معانا 4 الاجابه، قلنا ايه نتحاور بقى وبلعبك دي بتاعتك انت بقى. حبيبي ماشي. طبعا حبيبي. رساله اخيره بقى منك عشان طبعا رمضان
ومتواجد معايا انت ان شاء الله الحلقه اللي جايه الاربعاء. فرساله منك لجمهورنا وتفضل معاك. يعني كل سنه وكل الساده المشاهدين بكل خير يا رب وصحه وسعاده، وان شاء الله ربنا يتقبل مننا يعني كلنا صالح الاعمال في الشهر الكريم، وان شاء الله باذن الله نقدر نعمل حاجه كويسه في المجال الرياضي او المجال الاعلامي. سعيد جدا جدا بالكلام اللي حضرتك قلته، وان كان كتير جدا جدا عليا. حضرتك اخ واخ فاضل جدا وعزيز جدا عليا. نتمنى يا رب انه شهر رمضان يكون بدايه جيده اللهم امين يا رب، العوده ان شاء الله مره ثانيه لمسارنا الطبيعي باذن الرحمن. طبعا بشكركم جميعا ساده المشاهدين، ببعت لكل مشاهدين قناه مصر البلد ببرقيه تهنئه كل عام وانتم بخير. بشكر طبعا قناه مصر البلد المنوطه دايما بصوت النجوم، واللي دايما بتعلم من صوت النجوم اعلاميين وضيوف كل اللي بيجي في برنامج صوت النجوم، بشكرهم طبعا شكرا جزيلا. مخرجنا الجميل الاستاذ احمد امين، كل سنه طيب، ويوسف جو واحمد مجدي، بشكر بيبو، بشكر الاستاذ خالد كمال، بشكر طبعا ايمن المحترم العام اللي شغال معانا، بشكره طبعا شكرا جزيلا. بشكر كل طاقم العمل، محمد حاتم وسعيد وسامة، بشكر سهى بكر، بشكر الاستاذ ايهاب عثمان على شغله المحترم، وكيل الاعلاني للبرنامج اللي لا يكل ولا يمل، بشكره شكرا جزيلا. بشكر طبعا كل الساده المشاهدين، ببعت رساله لام الحبيبه كل سنه وانت طيبه، وزوجتي الحبيبه كل سنه وانتم طيبين، كل سنه ومصر بخير، ويا رب الخير. شهر رمضان مبارك عليكم وعلينا جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يوم الاربعاء الساعة 11 ان شاء الله باذن الله بعد الفطار، ان شاء الله باذن الله معاكم يوم الاربعاء. كل سنة وحضراتكم طيبين.